لا تقول إنك خائفة أبداً يا صغيرتي سامية أبداً، وإلا فإن ما تخافينه سيتعاظم حتى يهزمك. رواية لا تقول إنك خائفة للكاتب جوزيه كاتوتسيليا تعرف على قصة الرواية وكاتبها في حلقة جديدة من برنامج كاتب وكتاب. يدور الكتاب حول قصة العداءة الصومالية سامي عمر التي قررت أن تتحدى قسوة واقعها، وهي فتاة من مدينة مقديشيو ولدت عام 1991، وكان لديها حلم واحد أن تصبح عداءة وبطلة أولمبية قبل مصرعها غارقا في 2012. وكانت سامية ذات 17، واحدة من رياضيين 2 يمثلان الصومال الذي مزقه الحرب في ألعاب بكين عام 2008، وحملت علم بلدها ونافست في سباق 200 متر، وحلمت أن تشارك في أولمبياد لندن 2012. سلطت الرواية الضوء على الخطر الدائم الذي يهدد الشباب الصومالي الذي يحيا بطريقة صعبة في بلاده ويفكر في الفرار بحثا عن عالم جديد فيلقى حتفه في عرض البحر. عرف الكاتب جوزيه كاتوتسيليا الحكاية عندما كانت إحدى القنوات الإخبارية تقدم تقريرا عن حكاياتها وغرقها في المياه الإيطالية حين كانت في قارب هجرة غير شرعية قادم من ليبيا، وقد ألهمته قصتها وجعلته يفكر في عمل روائي عنها، وذهب للقاء عائلتها للتعرف على تفاصيل حياتها كي يستطيع أن يكتب هذه الرواية على لسانها. قد حازت رواية لا تقولي إنك خائفة جوائز أدبية قيمة، من أهمها جائزة كارلو ليفي الأدبية وجائزة لوستريجا أهم وأعرق جائزة أدبية في إيطاليا، وسرعان ما ترجمت إلى كل اللغات الأوروبية وحصلت على ثناء ملحوظ في الأوساط الثقافية الأمريكية، كما ترجمت إلى العربية وصدرت عام 2016 وحققت نجاحا كبيرا ولاقت أصداء واسعة. وجوزيه كاتوتسيليا كاتب وصحفي إيطالي من مواليد عام 1976، تخرج في كلية الفلسفة جامعة ميلانو، ويركز في كتاباته على الأزمات الإنسانية كالهجرة والقضايا الوطنية كالمافيا والمثقفة بهدف بناء جسور التواصل بين حضارات العالم المعاصر وثقافاته. يكتب جوزيه كاتوتسيليا على لسان الأب محدثا صغيرته سامية: لا تقول إنك خائفة أبدا يا صغيرتي سامية، وإلا تعظم ما تخافينه حتى يهزمك. لكن الأحداث تدور، وسرعان ما تفقد سامية والدها برصاص المتطرفين، لتكتشف بعد فترة أن اليد التي أطلقت الرصاص هي يد صديقها علي. لكن سامية تتمكن من تخطي آلام الحزن والفراق وتقرر أن تهاجر وتترك الصومال كي تحقق أحلامها، لكن القدر خبأ لها كلمة النهاية خلف أمواج البحر التي أبت إلا أن تغرق سامية وأحلامها في مياهها. ورغم النهاية الحزينة تظل سامية أيقونة للمقاومة والشجاعة والسعي خلف الحلم. هل قرأتم رواية لا تقول إنك خائفة؟ شاركونا في التعليقات. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.